بتفوتي بتشوفي الميرك صدور وبتتابعيها كل سنة، ودي أول مرة بتحضري بقى، كان انطباعك عنها إيه؟ والنهاردة وإنتي على الريد كاربت وضع مختلف، وخصوصا كمان إن ميسي أنا كنت بسمع عنها كتير، وكان نفسي جدا إن أنا أكون معاهم، كنت بقعد أتفرج عليهم في التلفزيون وقعد مبسوطة جدا بإن في حاجة عندنا حلوة وبتحصل، وكان نفسي يبقى ليا مشاركة فيها، لكن زي ما بيقولوا كل تأخيرة وفيها خيرة. والنهاردة أنا يمكن كل مرة بروح حاجة بتبقى ليا ببقى ليها إحساس، النهاردة يمكن الإحساس أحلى وأحلى وأحلى، يعني تمنيت إن أنا أكون معاهم والنهاردة معاهم عشان ميس، فسعيدة جدا جدا وأتمنى لها التوفيق، وأتمنى إن شاء الله إن هي تكسب الجائزة. الأدوار الجديدة بقى، الدور الجديد اللي أنت عاملاه علشان السنة جاية نشوف هتاخدي جائزة هنا بقى في الميركس دور ولا إيه؟ أنا بعمل مسلسل السبع صنايع، مسلسل لايت، مسلسل مهم جدا مع شريف رمزي، أنا وشريف رمزي طبعا، ومعانا نجوم كتير كتير كتير. أنا بشوف كتير كل يوم على انستجرام فنان فيفي عبده ورجاء الجداوي، ناس كتير جينا التصوير بقى يا بوسي. عايزة أجي لكم بس عايزة أعرف يعني كل نجوم مصر دي جت بجد، كل فنان جه معانا في حلقه في السبع صنايع عامل شخصيه انا نفسي بقول له ايه ده انا ما عرفتكش، ومعانا ناس اول مره تمثل زي النجم الكبير هشام عباس، اول مره يكون ليه تجربه التمثيل، فاجئني بقد ايه عامل شخصيه، وشخصيه معقده وصعبه مش سهله. نجوم كتير جدا معانا طبعا، لو عديت هم 30 حلقه، فسعيده بيهم جدا وفرحانه بيهم جدا، وعايزه اقول ان مسلسل السبع صنايع مسلسل يستحق المشاهده، مسلسل لذيذ قوي، هتنبسطوا قوي وانتوا بتتفرجوا عليه. اكيد ان شاء الله. قاعده قد ايه في لبنان ولا هتحضري الحفله وترجعي على طول؟ راجع على طول عشان عندي تصوير. لا ان شاء الله النهارده تنبسطي وتقضي وقت حلو، وندهي بقى ميس عشان تديها بوسه. يا ميس يا ميس اهي جت ميس، ممكن تديكي بوسه، هي عماله مستنيه كل ده علشان هي بتقول النهارده هي سعيده جدا وجايه النهارده حاسه ان هي واخده 100 جايزه عشان انت. ثانك يو يا حبيبتي، اقول يا ثانك يو لمي اختي، يعني مي دي كتر خيرها ان هي يعني سابت شغلها وسابت التصوير والمسلسل بتاعها وجايه عشان تبقى معايا النهارده. يوسف جسمي من الكويت، والميك اب صالون اوهير، يعني طبعا يوسف مشهور جدا وليه مكانه، كنت معاه في الكويت كان ملبس هند صبري في احنا في الانباء الكويتيه، فهو عالمي. انا جون فارس هنا من لبنان، ويعني طبعا هي لابسه من مصر، فاحنا كده عاملين معادله كويت مصر لبنان يعني. ميرسي يا روح قلبي، انا مبسوطه قوي انا بشوفك يا فوز. انا سعيده بيكي مي، انا هسيبك للقنوات الثانيه وهنفرد باختك علشان ندلعها النهارده، قلت لها ان انت خنتيها وجيتي السنه اللي فاتت من غيرها. شفت؟ لا ولا هم ما عبروهاش ما عزموهاش. انا دايما بقول لها بيعزموني مش بيعزموكي. لا الحمد لله انه ما جات النهارده اول مره تيجي المراكس، وجايه في حاجه حلوه يعني. الحمد لله الحمد لله يا رب. بصي عايزه اقول لك حاجه، يمكن في مصر بيلوموا عليا شويه، لكن انا شايفاها دي حاجه كويسه. انا بحب احقق نجاحات في الوطن العربي كله، يكون ليا نجاحات من مسلسلات محليه. عارفه لما تعملي اعمال بلهجه البلد بتبقى ليكي الناس بياخدوكي وبيتقبلوكي بشكل مختلف تماما عن ما يكون انت بس فنانه يعرفوكي من اعمال خارجيه، فاهمه ازاي؟ فدي المعادله انا بحاول احققها، ان انا اعمل اعمال سواء مثلا في لبنان اتكلم باللهجه اللبنانيه، في الكويت جايزه عند مسلسل لبناني. بالظبط، هو مسلسل لبناني لا، بس المره دي بقى دوري فيه مصري، هو امير الليل بس انا دوري فيه مصريه. يعني الجايزه بتجمع بين حاجتين، العمل اللبناني والاداء المصري. بالظبط كده. انا لو فضلت عمري كله اشكرك مش هقدر اوفيك حقك، انت اجمل حاجه حصلت لي في حياتي، عوضتني خسرتي لاهلي وعدم وجود اخواتي. بجد انت الصديق الوحيد ليا في الدنيا دي. ده شعر عظيم، نكمله الاسبوع اللي جاي عشان الناس مستعجلين. انا
انا السنه اللي فاتت وانت موجوده طلعتي على المسرح كنت بتقدمي جايزه لحد، قلتي انا عايزه السنه الجايه اخدها. اصرارك ده كان يعني وانت داخله تعملي دور عينك على انك تاخدي الجايزه. بصي مفيش كذابه اللي هتقول لك ان هي عمرها عينها ما يبقاش على جايزه. جوايز حلوه بترفع من روحك المعنويه وبتخليكي تبقي احسن وبتحسسك ان انت ماشيه على التراك الصح. وسبيشال المراكز دور، المراكز دي حاجه من وانا صغيره بتفرج عليها وكنت كده ابص اقول يا رب معقوله هيجي يوم من الايام واطلع على المسرح زي المراكز. فالحمد لله ربنا حقق لي ده، وانا بحاول اتعب واكون عند حسن ظن الناس والحمد لله. جديد بقى الجديد طاقه نور، لازم تتفرجوا عليه مع هاني سلامه في رمضان، مسلسل سسبنس واكشن وشغل مش عايزه اقول لك جامد جدا، لازم الناس ان شاء الله يتفرجوا عليه. تتوقعي ان بعد التكريم ده وبعد المسلسل الجديد ده هيبقى فيه جايزه للسنه الجايه؟ يا رب اتمنى بقى في مصر كمان، يعني اتمنى في مصر. انا بحب لبنان قوي، لبنان خلاص بقيت بتنفسها ونفسي في مصر. بعض الناس بيفتكروا انك لبنانيه. لا الناس في بقى بيفتكروا اللبنانيه، بيفتكروني ان انا سعوديه عشان بتكلم لهجات كتيرة قوي، بس انا بقول لهم انا فلسطينيه اردنيه عايشه في مصر وانا قد كده اهو. بقى مصريه. انا عرب. بقى مصريه. هي مصريه ما دام عايشه من وهي قد كده بقى مصريه. بالظبط. انا سعيده بيكي وبقول لك الف مبروك، وفي انتظار نشوف العمل، وهنسيب الكاميرا تاخد الفستان الحلو ده وتنطلق على الريد كارب.